بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. أحكام المرأة في الصيام. الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء يتجدد بنا مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حيا الله فضيلته. حياكم الله وبارك فيكم. تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ: استعد للعيد بالتجمل، ومن ذلك تشقير الحواجب بدلا أو بديلا لنمص الحواجب، فهل يصح لي هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. فلا يجوز للمرأة أن تعبث في حواجبها، بل تتركها على خلقتها دون أن تتعرض لها بتشقير أو بقص أو بنتف أو بحلق، كل ذلك لا يجوز. ولكن أخذ شعرها هذا نمص، والنمص ملعون، ملعونة من فعلته. وكذلك العبث بالحواجب بأي نوع من أنواع التغييرات، إن هذا أمر لا داعي له ولا حاجة إليه. والحواجب جعل الله فيها الجمال بطبيعتها دون أن يتدخل الإنسان فيها، وإنما هذا من إغراء الشيطان، هذا من إغراء الشيطان لبني آدم، كما قال الله جل وعلا عنه: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. نعم. أيضا تقول: هذه طلبت من زوجي أن نعتمر في آخر شهر رمضان، وقال لي إن العمرة في رمضان أجرها واحد في أول الشهر وآخره، فهل كلامه صحيح؟ نعم، كلامه صحيح. العمرة في رمضان من أولها وسطه أو آخره كله سواء، كله عمرة في رمضان، وينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: تعدل حجة معي. فرمضان كله سواء بالنسبة لأداء العمرة، بل ربما يكون العمرة في أول رمضان أو في وسطه أحسن من العمرة في العشر، لوجود الزحمة الشديدة ووجود الخطر. وقد كثرت التساؤلات من أناس يذهبون في العشر لأداء العمرة، ثم يجدون يحرمون بالعمرة من الميقات، ويذهبون لأدائها في العشر الأواخر فيجدون زحمة شديدة، ثم يرفضون الإحرام ويرجعون إلى بلادهم بعد ما تلبسوا به. وهذا من الجهل ومن قلة المبالاة. فكون الإنسان يعتمر في الأوقات التي فيها سعة، فيها فسحة، أحسن من أنه يعتمر في الأوقات التي فيها زحمة وقد يحصل فيه خطر. نعم. هذه أيضا تسأل فضيلة الشيخ، تقول: قبل سنوات كنت حاملا، فأردت أن أفطر خوفا على نفسي وعلى الجنين، فقال لي بعضهم: يكفيك الإطعام فقط قضاء لذلك. وكنت أعتقد أن هذه المسألة فيها خلاف فقهي، وقد أطعمت ولم أقضي الصوم، فهل علي شيء الآن؟ نعم، وباق عليك الصيام، باق عليك الصيام. إذا أفطرت خوفا على الجنين وجب عليك شيئان: أولا القضاء، قضاء اليوم الذي أفطرته، وثانيا إطعام مسكين عن كل يوم. فأنت أديت واحدا وبقي عليك الآخر، وهو قضاء اليوم. نعم. وهذه أيضا سائلة تقول: نذرت صيام 30 يوما متتابعا، وقد بدأت الصيام منذ منتصف شعبان، فهل يقطع رمضان هذا التتابع؟ إذا كان هذا معين، هذا النذر معين، أنت نذرت أنك تصومين شهرا متتابعا ابتداء من النصف من شعبان، فهذا أيام معينة، ومعلوم أنه سيتخللها رمضان، فيكون رمضان في حكم الاستثناء فلا يقطع التتابع. أما إذا كنت لم تنوي أياما معينة، بل نويت 30 يوما متتابعة بدون تحديد وقت معين، فإن رمضان يقطع التتابع، فعليك أن تبدأ الصيام في وقت لا يتخلله رمضان. نعم.
التنبيه فضيلة الشيخ على أن يوم العيد لا يجوز صيامه؟ هذا مستثنى بالشرع، لا يحرم صوم يوم العيدين، هذا مستثنى بالشرع. نعم. فيكون وكذلك الحيض، الحيض لو تخلل أيام التي نذرتها هذا لا يقطع التتاوع لأنه مستثنى بالشرع. نعم. الحمد لله. هذه أيضا تقول وجبت علي في شهر رمضان المبارك زكاة ذهب مستعمل، ونويت إعطائها للفقراء، ثم أخذها زوجي وقال إنني محتاج، حيث إن عليه دينا عبارة عن أقساط سيارة، فهل يجزئني دفعها لزوجي والحال هذا؟ المسألة فيها خلاف، هل يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها، زكاة مالها إلى زوجها؟ فيها خلاف بين العلماء، أنها تجزي أو أنها لا تجزي على قولين، والأحوط اجتناب هذا الشيء وأن تدفعها إلى غير الزوج، وما دامت قد دفعتها لزوجها فالأحوط لها أن تخرج بدلا عنها، تخرج بدلا عنها إبراء لذمتها وخروجا من الخلاف. نعم. هذه أيضا تقول إذا كنت أسمع لأطفالي القرآن الكريم في نهار رمضان فهل لي مثل أجر تلاوته؟ نعم، هذا لك أجر التعليم، أجر تعليم القرآن، عندي تعلمين القرآن وفي نفس الوقت تتلين القرآن، قد قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فأنت تعلمين القرآن وهذا عمل جليل يحصل به أجر التلاوة وأجر التعليم والحمد لله. نعم. هذه أيضا تقول ما حكم دهن الرأس أو الجلد بالكريمات المرطبة، هل يؤثر على الصوم؟ لا يؤثر هذا على الصوم، يجوز للمرأة أن تدهن جلدها رأسها ما تحتاج إلى دهنه بأنواع الأدهان، ولا يؤثر ذلك على صومها لأنه لا ينفذ إلى الجوف. نعم. الحناء إذا وضعت على الرأس كذلك، الحناء الخضاب، حنة على الرأس والخضاب في اليدين والرجلين للمرأة لا يؤثر على صيامها. نعم. وكيف تمسح المرأة على الخمار الملتصق بالحناء، هل على الخمار أم على المرأة؟ لا تمسح على الخمار إلا إذا كان مثبتا، بأن يدار تحت الحنك، الخمار الذي يثبت ويدار تحت الحنك تمسح عليه مثل عمامة الرجل، ولهذا يقول الفقهاء لما ذكروا أنواع المسح قالوا على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. أما إذا كان الخمار ليس مثبتا فإنه لا يجوز المسح عليه، وأما الحنة الذي على الرأس فلا يمنع من صحة المسح عليه، لأن نساء المسلمين ما زلنا يستعملن الحنة ويضعنه على رؤوسهن ولم يؤمرن بإزالته عند الوضوء، ولأنها تحتاج إلى بقائه. نعم. الحمد لله. أيضا هذه تقول خلال شهر رمضان توجه لي عدة دعوات من أقاربنا وبعض زميلاتي، فهل ألبي الدعوة علما بأنه يتخلل تلك الاجتماعات سماع ومشاهدة آلات الله وربما الحديث في أعراض الناس، هل ينقص هذا من أجر الصيام؟ نعم، إذا كانت المجالس تشتمل على منكر فلا يجوز لك حضورها إلا إذا كنت قادرة على إزالة المنكر منها، وأيضا حضور المجالس ولو كانت ليس فيها منكرات هي فيها مضيعة لوقت رمضان، فالذي ينبغي للصائم أن يحافظ على وقت صيامه بذكر الله وتلاوة القرآن وبالعبادة ولا يضيعه بالغفلة. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذه أيضا امرأة تقول أنا امرأة أمية أشتغل بسماع إذاعة القرآن الكريم في نهار رمضان وليله في أغلب وقتي، فهل أثاب على ذلك مع العلم بأنني استفدت كثيرا من معرفة أمور ديني بهذا الاستماع وحفظت بعضا من السور؟ هذا عمل طيب، استماع إذاعة القرآن وما فيها من البرامج الدينية العلمية المتنوعة هذا خير كثير، ويؤجر الإنسان على استماع هذه البرامج بقصد الاستفادة منها وبقصد تعلم العلم، هذا يدخل في تعلم العلم النافع، قد قال صلى الله عليه وسلم
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا من طرق العلم النافع، ويؤجر عليه الإنسان ويثاب عليه ويستفيد. فنحن نرغب في استماع إذاعة القرآن وبرامجها المختلفة، وهي نعمة من الله أنعم الله بها على المسلمين في هذه البلاد وغيرها، والفضل في هذا بعد الله سبحانه وتعالى يرجع إلى المسؤولين في هذه البلاد، فإنهم هم الذين سعوا في تأسيس هذا البرنامج، فلهم أجره وأجر من عمل به، وهو سنة حسنة. إذا اقتدى بهم غيرهم من المسلمين وجعلوا مثل هذه البرامج يكونون قد سنوا سنة حسنة في الإسلام، لهم أجرها وأجر من عمل بها. نعم، الحمد لله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وجعل ما بينتم ووضحتم في موازين حسناتكم إنه سميع مجيب. أيها الأخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء، إلى لقاء قادم يجمعنا بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.